اهلا بكم. 4 احلام بتدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بالارتباط، ولكن ربما تطول الفتره الزمنيه، فعايزك تديني تركيزك وانتباهك. اول رؤيه يا اخي الكريم رؤيه المسجد في المنام. لو شفت نفسك انك انت واقف قدام جامع او واقف قدام مسجد، فاعرف ان الرؤيه دي الدليل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بالزواج والارتباط. ولو انت دخلت داخل المسجد، تعرف ان المده الطويله ديت هتكون قصيره جدا، وهيتم ارتباطك او هيتم ارتباطك قريب يا اخي الكريم. وعايزك تعرف ايضا لو شفت نفسك انك انت لابس لبس الاحرام، او انك رايح تعمل عمرة، او انك انت في المسجد الحرام او المسجد النبوي، تعرف ان الشخص او تعرفي ان الشخص اللي هترتبطي بيه هيكون شخص صالح، هتنالي منه خير. ولو شفت نفسك انك انت ايضا لابس لبس احرام او بتعمل عمرة، او انك انت موجود في المسجد النبوي او المسجد الحرام، تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بالزوجة الصالحة يا اخي الكريم. الرؤية التانية قبل ما ابدأ فيها، عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس وركز معايا. الحلم الثاني يا اخي الكريم هو رؤيه الجبل في المنام. لو شفت نفسك انك انت صعدت الى قمه جبل، فتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بالارتباط بانسانه انت بترغب في الارتباط بيها. كذلك انت ايضا لو شفت نفسك انك واقفه فوق جبل، فهي بشاره طيبه ليكي ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بالارتباط بشخص انت بترغبي بيه. ولكن لو الجبل ده فيه مساحات خضراء او فيه مثلا ارض خضراء بجوار، تعرف ان الشخص او تعرف ان الشخصيه اللي هترتبطي بيها هتكون شخصية مميزة جدا، وربنا سبحانه وتعالى هيبارك في حياتكم وهيجعل حياتكم طيبة بدليل الخضار او الاشجار الخضراء اللي كانت موجودة فوق الجبل. الحلم الثالث معانا وهو البحر. البحر في المنام يدل على الحياة، وربنا سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي. فلو شاف انسان ان هو واقف قدام بحر وموج البحر هادي، يعرف ان الحلم ده فيه بشارة طيبة ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه بالزواج والخطوبة. ولكن لو شفت ايضا ان موج البحر فيه تلاطم او ان موج البحر شديد، وبعد الحلم ده اتقدم لك حد او اتقدمت لحد، اعرف ان الموضوع هيكون فيه مشاكل، ولكن ربما يتم. ولكن لو في طوفان، تعرف ان الموضوع مش هيتم، فما تحاولش انك انت تقدم على موضوع خطوبة او زواج في الفترة ديت. الحلم الرابع يا اخي الكريم هو رؤية الحدائق. لو شفت نفسك انك انت موجود في حديقة والحديقة ديت فيها اشجار، فتعرف ان الحلم ده فيه بشارة طيبة ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بالزواج، او ربنا هيكرمك بالزواج. وايضا لو شفت انك انت ماشي في طريق طويل وعلى جانبي الطريق اشجار، تعرف ان ديت ايضا رؤيه فيها بشاره طيبه، او تعرف ان هي بشاره طيبه بالزواج، وان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بالارتباط. ومعنى الاشجار معنى ان الحياه هتكون كريمه، وطول الطريق دليل على مكوث الحياه الزوجيه الى الابد باذن الله جل وعلا. الحلم الاخير ايضا وهو رؤيه صعود السلم، ايضا يدل على الارتباط. دي احلام غريبه بتدل على الارتباط يا اخي الكريم، ولكن انا عايز انبه، لو شفت نفسك انك انت موجود في صحراء ايضا وكان متقدم لك حد او كنت متقدم لحد، حاول انك انت تترك الموضوع ده لان ربما ما يكونش فيه خير. لو اي حد حصل ليه موضوع ارتباط وشاف حلم من الاحلام ديت قبل كده، يا ريت يضعه في كومنت اسفل الفيديو، عشان كل متابعينا في قناه تفسير الاحلام ويعرفوا الحلم بتاعه كان عباره عن ايه وايه اللي حصل معاه بعد كده. لو عجبك المقطع ده دوس لايك، ولو انت اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس، وانتظرونا في حلقات قادمه. ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد. دمتم فود في أمان الله.